اهم حاجه يا جماعه، اللي بيجيب ورق عنب برطمانات لازم تنقعه في الميه فتره عشان بيبقى فيه ملوحه، فتخلي بالك الميه بتبقى فيها ملح وهو نفسه بينزل الملح بتاعته فبيبقى حادق قوي، فلازم تنقعيه في الميه وتغيري الميه عليه مرتين اتنين، ده لازم. وخصوصا اللي هو المعلب لو هتجيبيه طازه بتجيبيه على طول تنزليه في ميه سخنه تطلعيه وتبداي تشتغلي منه. الخلطه ديت غير طبيعيه، لازم تجربيها ان شاء الله هتعجبك جدا، لانها معموله برز ولحمه مفرومه وفي حاجات كتير جوه. يعني هنا عندنا بصلتين اتنين، اكتبيها بس خليها عندك في النوته، ووقت ما يمزاجك وبلاقي كده اعملي الخلطه ديت. بصل مفرومه، كزبره مفرومه، طماطم مفرومه، عندي كوبايه من الرز منقوع او كوبايتين شرحهم لحمه مفرومه، بعد كده عندي معلقتين اتنين من الصلصه، نعناع ناشف، معلقه كبيره من السكر، بشر ليمون، معلقه كبيره من دبس الرمان اللي هو التقيل اهوت زي اللي قدام حضراتكم، عصير ليمونه وبيبقى مزز، معلقه قرفه، شويه بهارات وشويه ملح وفلفل. من الوش بقى او على يعني على الوجه بقى، بعد ما بتخلص حط معاها ميه سخنه اللي انا هسقي بيها ورق العنب، بحط سماق، بحط دبس رمان، تمام، وبعد كده بقوم حاط عندي ده كتير جدا، ده ملح ليمون، اكيد مش هحط الكميه دي كلها، انا بحط شعره بسيطه جدا منه، فاهم ازاي؟ طيب تعال نشوف الخلطه هنعملها ازاي. اول حاجه الرز بنقعه 5 دقايق كده اهوت، وبعد كده ابدا ان انا انشفه، نقوم واخدين هنا حاطينه في البوله وحاطين عليه نفس الكميه لحمه مفرومه، بصلايه مفرومه، طماطم مفرومه، معلقه صلصه طماطم، بعد كده عندنا شويه من الايه الفلفل الاسمر، وعندنا شويه ملح، هنا بقى استاذ جمال ايه عصير ليمونه دي اساسي، ومعلقه من دبس الرمان اهو، الطعم الجامد كله فيها دي، بس كده حلو قوي، شويه قرفه صغيرين، عندنا نعناع ناشف بايديا كده انا عامه كويس قوي، نقوم حاطينه عندي على الخلطه، بقول لك خلطه رهيبه ان شاء الله تعمليها هتعجبك قوي، وشويه من البهارات. اخر حاجه خالص بقى شويه كزبره مفرومين، لو عايزه تحط بشر ليمون كمان حط شويه بشر ليمون صغيرين قوي. نقوم واخدينها كده اهوت وحطينا في البوله، وبعد كده بنقوم واخدين الخلطه دي كلها مع بعضها كده اهوت اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، واكون محضر عندي ورق العنب زي ما اتفقنا، لو موجود عندي يا ريت زي ما قلنا لكم تكون نقعاه في الميه اكتر من مره عشان يطلع الملوحه اللي فيه. دي الخلطه لازم تجربوها وتقولي ايه رايكم، عشان هي فعلا طعمها حلو قوي، دبس الرمان وعصير الليمون كل حاجه عامله فيها طعم غير طبيعي. بعد ما عملناها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، بنجيب عندي ورق العنب بسم الله الرحمن الرحيم، بحط الجزء الخشن من فوق تمام حاضر، والجزء الناعم يبقى من تحت. تعال نشوف ورق العنب بقى هنعمله ازاي، نلف كده اهو، وعلى فكره يا جماعه والله اللي مش بتعرف تلف محشي ورق عنب تلفه على البلانش حلو جدا، يعني موضوع ال تلفي على البلانش نفسه ده حاجه كويسه مش وحشه، يعني مش صعبه بص كده اه تجيبه ملفوف جاهز اهو. طب انت ضامنه الحشو اللي جواه ايه؟ ما هو انا ما شفتش بصراحه حاجه ملفوفه جاهزه عجبتني خالص، انت لما تعملي الحاجه في البيت غير لما انت تجيبيها، بص اهي واضغطي ولفي كده اهو اهو، والله الموضوع سهل جدا على فكره، يعني بالعكس
انت لو خدت الموضوع بالايد عملتها بالايد براحتك، ولكن انت تنقي بس الورقه اللي تبقى حلوه. اهو الجزء الناعم بيبقى فين؟ بيبقى تحت كده، وبعد كده بتقومي جايبه دي كده اهي، وجايبه دي كده، تضغطي عليها كده وتضغطي بقى وانت بتلفي، واي حاجه طالعه من الاطراف ديت بتقومي لماها كده لجوه اهو. بس هتلاقي انت عارفه يعني، تعملي مثلا ورقتين ثلاثه تلاقي الموضوع بعد كده سلك معاكي بقى زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا بقى نبدأ ايه نكمل المواضيع. الجزء الخشن بيبقى تحت حاطين كده، ملمين كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو. بعد كده بنبدأ نجيب ايه، موضوع بقى بمنتهى السهولة. في اقل من دقيقة بقوم واخد عندي المحشي ده اهوت، ونقوم حاطينه، حاطين شرايح بصل من تحت، حاطين مثلا شرايح طماطم، شوية هجيب بس حاجة هعمل فيها بسرعة الحاجة. بص يا باشا، هنا المية السخنة هقوم حاططها هنا حوالي ايه كوبايتين اتنين، معلقة صغيرة من دبس الرمان عليها، بعد كده حاجة بسيطة جدا، شعرة بسيطة جدا من ملح الليمون، وشوية سماق صغيرين، وبعد كده عندنا شوية ايه ملح. ما تحطيش مكعب مرق ولا تحط أي حاجة، وتقلبي الخلطة ديت كلها مع بعضها، ونقوم واخدينها وساقين بيها ورق العنب. ده شغل عادي، ونشغل عليها النار ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي تستوي معايا. اهم حاجه اكبسها بس الطبق من هنا كده عشان يطلع معايا مظبوط. وممكن كمان نحط كمان شرايح ليمون. ورق العنب ما شاء الله اهو، وحطينا شرايح ليمون كده من فوق، المزازه اللي فيه تطلع حاجه محترمه جدا ان شاء الله. عندنا الزبادي، عندنا ثوم مفروم، نعناع، وعندنا شوية ملح. فين المبشرة هي؟ خيار. كانت هنا والله يا استاذة. ما انا عايز التانية، التانية كانت احلى احسن اهي. خلاص ماشي. شلت اللي يا استاذة هنا بجد. على الناعم كده نقوم بشرين. عندنا خيار. ادي الزبادي. تاكل فين ده بقى؟ تاكل مع ورق العنب. تاكل مع ورق العنب ده مش طبيعي. نفرمه فرم ناعم كده اهوت، ونقوم حاطينه مع سلطه الزبادي. نجيب اطباق راك ونبدا نحط ايه السلطه فيها. زي ما انتم شايفين الشياكه كلها بتبقى في الطبق بصراحه اللي احنا بنقدم فيه. تمام كده، نشيل عندنا ورق الليمون، المزازه كلها هتلاقيها في الطعم في ورق العنب ده اهو. نديها كبسه كده، طبعا هو المفروض يهدى شويه. الرفز اللي معايا ده حراري. صلى على رسول الله. يلا استاذ، صلاه النبي يا استاذ. ادي ورق العنب المزز، طعمه حلو جدا جدا، ان شاء الله تعملوه وتجربوه. وايه وفي ورق العنب تقوم حطام ايه مع سلطه الزبادي، يعني تقومي كده واخده دي كده ومغمساها كده في سلطه الزبادي كده وسخن، وتاكلي بالهنا والشفا. موضوع تاني خالص.